السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اليوم بإذن الله وصفتنا راح تكون سلطة حمص بطحينة، سلطة مرة لذيذة وخرافية. نشوف مكوناتها وحنا نخلط كل الأشياء مع بعض، راح نسويها صوص بالطحينة مرة لذيذ. زي ما قلت لكم نخلط كل المكونات مع بعض. أكيد المكون الأساسي راح يكون كمية من الحمص، عندي طماطم، راح أضيف كمية حلوة وراهية من البقدونس، وراح نضيف نعناع، راح أضيف شبت ورقيات، هذه اللي تعطي طعم مرة لذيذ، وراح نضيف البصل الأخضر، راح أضيف الفجل إذا ما تحبونه لا تحطونه بس طعمه مرة لذيذ، فليفلة ملونة، طبعا الكميات حسب رغبتك، وراح أضيف الرمان، أشوفوا الكمية اللي أنتم حابينها، بضيف جزء منها كفاية. راح أخلط هذه المكونات مع بعض. على فكرة وقفت العمال قلتهم بصور بعدين كملوا شغلكم، بخلط الكميات، لو حسيت كمية الرمان قليلة راح أرجع وأزيد الكمية. خلنا نخلطها الآن ونحضر الصوص. شوفوا بس تشهي ما شاء الله. الآن راح نجهز الصوص، حطيت زبادي وطحينة، وبما أنه حمص بنحط كمون عشان النفخة، العمال يتحلطمون. بنحط خل، عفوا زيت زيتون، هذا هذا الخل، عصير نص ليمونة، إذا بتستغني عن الخل خلي ليمونة كاملة، دبس رمان، سماق، استخدمت لونين، وراح أضيف الملح والفلفل الأسود، الفلفل الأسود اختياري بس أنا أحبه. راح أخلط هذه المكونات كلها مع بعض لين تتجانس. بنات حسيت القوام ثقيل فراح أزيد موية إلين أحصل على القوام المطلوب. راح أضيف الصوص اللي سويته على السلطة حقتنا ونخلط، لو احتجنا زيادة راح أضيف. سلطة لذيذة ومغذية ومشبعة. لازم تختلط كل هذه المكونات مع بعض. ذوقوا الطعم بس يا جماعة، خلني أخلطها وأرجع لكم. لو حسيت إنها لسه يعني ناشفة شوي راح أزيدها من الصوص. شوفوا هنا ما شاء الله تبارك الله، هذا بالضبط مازت الصوص، راح أحطه على جنب. بس طبعا إيش اللي سويته الحين؟ رحت جبت لي شوكة، رحت أجيب شوكة لأنه ما أقدر أقاوم، ما أقدر أقاوم يا جماعة. عاد ما على كيفك تأخذ كمية وتطيحين، والله المفروض أجيب ملعقة. كل شيء يومي يومي بشكل مش طبيعي، يومي 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 يعني من جد يومي. لذيذة موزونة بالضبط، ما تحتاج ولا شيء زيادة. راح نبدأ الآن يا جماعة ونحط سلطتنا. الصحن الثاني حق مين؟ حق مين تتوقعون؟ نقصة مين؟ قولوا بعد ما أعطيها. نقصة شذاوي. يامي يا جماعة، صدقوني مرة لذيذة ومشبعة، وسووها هبة الشتاء تجنن حتى بجمعاتكم. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.